مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من حصة ميدين بلادي التي تنقلنا واياكم هذه المرة الى اكبر شركة للالكترونيك في الجزائر. اذا اردتم ان تتعرفوا عن كيفية تصنيع البطاقات الام وشاشات المسطحة من العلامة كوندور الكترونيك تابعونا. استثمارات بمليار دولار في 2018 أحدث خطوط الإنتاج بتكنولوجيا متطورة لمنع حدوث الخطأ. لباس أزرق يلزم ارتداؤه قبل الدخول إلى المصنع لتفادي أي أوساخ أو رطوبة. تسعى الشركة لتطبيق سياسة واضحة في كل منتجاتها، وهي سياسة الارتقاء بالجودة. يمتلك المصنع العديد من معدات التفتيش والاختبار المتقدمة. يتوفر المصنع على خط التجميع الآلي للمكونات الإلكترونية التقليدية. قاعدة بشرية متميزة تمتلك مخزوناً من الخبرة والمهارة في أكثر مجالات الصناعة أهمية وتعقيداً. تدريب مستمر بالداخل والخارج يضمن قاعدة بشرية. رقم الأعمال مليار دولار في 2017. التصدير نحو 15 بلد في 3 قارات، هي إفريقيا، آسيا وأوروبا. 12 مليار دولار حجم التصدير في سنة 2017 في شركة كوندور. بداية الزيارة لعملاق الإلكترونيك في الجزائر كانت من مصنع إنتاج بطاقات الأم لكل من شاشات تلفاز الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية. المصنع يتوفر على خطين أوتوماتيكيين، وأول ما شد انتباهنا ذلك اللباس الأزرق الخاص الذي يلزم ارتداؤه قبل الدخول إليها، وبعدها المرور عبر باب خاص حيث يتم التعقيم لتفادي أي أوساخ أو رطوبة. رقم الأعمال اللي حققناه في 2017 فات المليار دولار. بالنسبة لعدد الفروع الآن بعد تحويل الستاتيو لستاتيو تاع لا سوسيتي رانا 12 فرع في مجمع كوندور. صبحنا هولدينغ اليوم، مابقاش كوندور إلكترونيكس وحدها، معها شركات أخرى مثل كيما البورد ستيل، كيما خدماتي، كيما كوندور إيمو إلى آخره. بالنسبة للاستثمارات احنا تكلمنا في السنة هذه باش نروحوا المليار دولار استثمار خلال 5 سنوات القادمة في جميع الفروع، موش فقط الإلكترونيكس وإنما جميع النشاطات اللي راح فيها كوندور. العام هذا رايحين نبدأ بطبيعة الحال شيء جديد، نجيبه نبدأ بناردي سوسيتي إيطاليان اللي شريناها العام اللي فات في 2017. رانا بدينا نحوله في الآلات اللي هنا المدينة برج براريج باش نبدأ ندخله في الإنتاج في نصف السنة إن شاء الله من أجل التصدير. بداية التصنيع تتم من تركيب وضع اللحام على بطاقات الأم التي تكون فارغة. بعد وضع اللحام على البطاقة الأم في الماكينة الأولى تتجه إلى الماكينة الثانية لوضع المكونات الإلكترونية بطريقة تمكن من رؤية المكونات الإلكترونية التي تكون أكبر حجماً من التي نراها في الماكينة الأولى. بعد تثبيت المكونات بطريقة أوتوماتيكية في 3 ماكينات تأتي عملية التلحيم الأوتوماتيكي في فرن خاص يدعى فرن التلحيم بدرجة حرارة معينة تبدأ من 100 إلى 151 درجة، وفي هذه المرحلة يثبت على بطاقة الأم كل المكونات. وقبل وضع الأجزاء الدقيقة التي تحتاج إلى معاملة خاصة ودقة متناهية في التركيب. لا بريمير ايتاب بون قبل ما نحكيو على بريمير ايتاب عندنا دولين انسيرسي اوتوماتيك بالنسبه للبطاقه الام سواء الجهاز التلفاز او الاستقبال الرقمي او الهاتف الذكي او اللوحات الرقميه.
بني عملية تصنيع بطاقة الأم تتم عبر مراحل على مستوى الخط تثبيت الأوتوماتيكي. أول مرحلة اللي هي أول مرحلة تكون بطاقة الأم فيارج أو بيان فارغة. لا بريمير إيطاب أول خطوة نقوم بها هي وضع اللحام وضع عجينة اللحام فوق بطاقة الأم اللي هي الجزء انه راح تكون عملية تلحيم لجزء النحاسي فقط عن طريق المرسم هذا. يعني كل بعد ما تدخل بطاقة الأم في الماكينة رقم واحد راح نوضع اللحام على المساحة بطاقة الأم كما هو موضح في الصورة. لاحظوا قبل وضع عجينة اللحام وبعد، لاحظوا الفرق بين هذه قبل وهذه بعد. الماكينة رقم اثنين هي رايحين نوضع المكونات الإلكترونية على مساحة بطاقة الأم وفوق بطاقة الأم. هذه المكونات الإلكترونية تقدر تكون مقاومة مكثفة بوبين، تقدر تكون حتى ديود، وكل مكون إلكتروني عنده الإحداثيات سي إكس إجراج على سر على مساحة بطاقة الأم. والماكينة رقم واحد هي تقوم بتثبيت المكونات الإلكترونية صغيرة الحجم جدا، الحجم بتاعها راح يكون 0.4 ملم في الطول و 0.2 ملم في العرض. هنا يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة حيث يتم تركيب باقي الأجزاء يدوياً، وهنا نرى عشرات من العمال يقومون بتركيب المكونات الكبيرة مثل المكثفات وفتحات الذاكرة على اللوحة، وبعد تركيب كل مكونات اللوحة تنتقل الأخيرة إلى ماكينة اللحام. في هذه الماكينة يتم رش اللحام في أسفل اللوحة، وفي خطوة موالية يتم وضع اللوحات في الفرن لإتمام التأكد من وضع كل المكونات في أماكنها الصحيحة. هنا المكونات الإلكترونية نقدر نشوفها على البطاقة الأم اللي هي صغيرة الحجم. بالنسبة للماكينة رقم 2 هي نفس العمل اللي تقوم به الماكينة رقم 1، ولكن بالنسبة للمكونات الأكبر حجما مقارنة بالماكينة رقم 1 اللي هي نفسها، تقدر تكون ترانزستور مقحل أو مكثفة أو تكون كبيرة الحجم مقارنة بالماكينة رقم 1. نقدر هنا تبين الصورة هنا بدأت تبان واش تم تثبيته بدا يبان في البطاقة واش تم تثبيته بالنسبة للماكينة رقم 1-2 يظهر على الصورة ولا على البطاقة كما هو موضح. بالنسبة للماكينة رقم 3 هنا نقوم بعملية تثبيت مكونات كبيرة الحجم أو أون فرونسي نقولوا لي سيركوي انتيغري كيما ريجيلاتور ميكرو بروسيسور سي بي يو اس دي رام ايبروم بوبين كامل مكونات كبيره الحجم كبيره الحجم جدا. كل ماكينه من هذه الماكينات مختصه في عندها اختصاص في على حسب الحجم. ايوه حسب الحجم. بعد الفحص البصري للوحة يتم تثبيت وحدة معالجة مركزية وهمية للتأكد من أن هناك أداة كهربائية كاملة. وحدة المعالجة لديها موصل طاقة في الأعلى ويقوم بفحص الجانب الطاقوي من اللوحة، وفي حال وجود أي نقص في اللوحات يتم إرسالها لخط العمل من جديد، وبعد التأكد من نجاح عملية التركيب تنتقل اللوحة إلى خط الإنتاج. وتسعى الشركة لتطبيق سياسة واضحة في كل منتجاتها، وهي سياسة الارتقاء بالجودة مع المحافظة على سعر مناسب. ونقدر هنا نشوفوا بعد ما كملت عملية تثبيت للمكونات الثلاثة رقم 1-2-3 هنا نلاحظوا كامل المكونات قد تمت عملية تثبيت أوتوماتيكيا عن طريق الماكينات الثلاث كما شفواش ديامي سي بي يو الزرام ريجيلاتور اكسترا. في هذه المرحلة لم نقم بعملية تلحيم بل قمنا بعملية تثبيت الأوتوماتيكي فقط، ثم تليها مباشرة عملية تلحيم الأوتوماتيكي. عملية تلحيم الأوتوماتيكي لدينا فرن التلحيم، هذا الفرن أو هذه الماكينة التلحيم عندها ديزون هذه تتبع عملية الإنتاج نعم، وعندها دي زون تمبيراتور، شاك زون عندها تمبيراتور سبيسيفيك. تبدا من 100 درجه مئويه حتى 255 درجه مئويه، هنا تتم عمليه التثبيت الاوتوماتيكي.
يعني هنا في المرحلة هذه يكونوا جميع المكونات ما قبل الأخيرة تكونوا جميع المكونات قد تمت عملية تثبيت 100%. احنا في خلال سنة 2017 وصلنا لحوالي 12-13 مليون دولار تصدير في شمال إفريقيا وإفريقيا وجوه في فرنسا، معولين العام هذا نوصلوا 100 مليون دولار، يعني نزيد قيمة الصادرات 10 مرات. فقد حرص المصنع منذ انطلاقته على اقتناء أحدث خطوط الإنتاج ذات التكنولوجيات المتطورة والتي تعتمد في تشغيلها على البرمجة المسبقة والتي تؤدي إلى منع حدوث الخطأ، حيث يمتلك المصنع خطوطاً آلية لتجميع المكونات السطحية، وهي أحدث تكنولوجيا لتجميع المكونات الإلكترونية الحديثة وماكينات اللحام، كما يمتلك المصنع خط التجميع الآلي للمكونات الإلكترونية التقليدية. مباشرة بعد عملية التلحيم تخرج البطاقة الأم في مجازين لودر وراح تشر حتى تتم تعبئة كامل حامل البطاقات، يخرج أوتوماتيكيا من الماكينة مجازين لودر ونروح لعملية التفتيش أو الانسبكسيو فيزيال. عملية التفتيش هذو المراقبين للجودة والنوعية، مراقبين الجودة والنوعية، هذا المراقب الجودة النوعية عن طريق تكنيسيان الانسبكسيو راح كيما نقولوا اسوري لا كاليتي دانسيرسيون تاع لي كومبوزون بار لي 3 ماشين، يعني راح يتاكد بلي كل المكونات تاع البطاقه تم تثبيتها بطريقه جيده. تم تثبيتها بطريقه جيده في حاله ما وجود تثبيت رديء نوعا ما بالنسبه لاحد المكونات نقوم بتصحيحه هنا على مستوى، وهو راه هنا راح ينسبكتي راح يدير عمليه تفتيش مرئيه عن طريق مرئيه لكل سيركوي مالانسيري مالسودي كامل لي زيرور هذا نديتكتيهم هنا 100% وراح نديروا فيريفيكاسيون 100% كامل لي كارت اللي رايحين نقوموا بعمليه انتاجها. بعد هذه العمليه تليها مباشره عمليه التثبيت اليدوي اللي هي مكمله لعمليه التثبيت الاوتوماتيكي، وهذه العمليه التثبيت اليدوي راح نقوم بتثبيت المكونات الالكترونيه كبيره الحجم مثل يو اس بي في جي ا كومبوننت AV-AV-IN، وبعد تليها مباشرة عملية التست ونروح لعملية التركيب اللي هي أخذ محطة لنقوم بها بعملية تصنيع في هذا البطاقة الأم. ويمتلك المصنع العديد من معدات التفتيش والاختبار المتقدمة، وكذا الاختبارات المرحلية والمكونات، والتي تقوم باختبار المكونات الرقمية والتماثلية والمختلطة والمكونات ذات التصميمات الخاصة. بالنسبه لنا عمليه التفتيش تتم عن طريق عن طريق القناع هذا اللي راح نشوفوا به كم غير لي كومبوزون التي قمنا بتثبيتها اليا، راح نشوفوا سي بي يو اتش دي ام اي اس دي رام والمكونات صغيره الحجم كذلك، وراح تقوم عمليه التفتيش زون بار زون ولا منطقه بمنطقه حتى نتاكد بالكامل المكونات الالكترونيه قد تمت بطريقه جيده في التثبيت الالي. القطب الثاني اللي نحن متواجدين فيه حاليا هو قطب خاص بإنتاج أجهزة التلفاز، وين أجهزة التلفاز الورشة نتاعها تحتوي متكونة من 4 خطوط إنتاج زائد ورشة تحضير، كل خط إنتاج يحتوي على 65 عامل مؤهلين بين مراقبي تلفاز وبين عمال تركيب. إنتاج الورشة ما يعادل يوميا في خطط الإنتاج الأربعة ما يعادل 4000 وحدة يومية، أي ما يعادل 1000 وحدة في كل خط إنتاج. نقوم بتصنيع أو إنتاج جميع أنواع لصاج دي تلفزيون أحجام التلفاز من 24 بوصة حتى 75 بوصة. هذا وقد انتقلنا إلى قسم تركيب لواحق الشاشات البلازما وتثبيت الكوابل، هنا يتفادى الطاقم العامل أي خلل في التركيب. البداية في مصنع الشاشات المسطحة تكون من وضع الشاشة على لوح خط الإنتاج، حيث يتم تركيب بطاقة عازلة حتى تتجنب القصور بين الشاشة والبطاقة الإلكترونية. بعدها يتم تركيب مركب الصوت بواسطة برغيين. مرحلة أول منصب عمل في خط الإنتاج هو وضع الشاشة على كما نقولوا احنا بالدرجة المطلع على لوح الخط الإنتاج. ثانيا يتم تركيب بطاقة عازلة حتى نتجنب قصور في الذرة.
بين الشاشة وبين البطاقة الإلكترونية. هذه البطاقة الأم مرحلة من بعد، هذه يسموها هذه بطاقة العرض. يتم لصق ورقة الأرقام التسلسلية اللي بعد نبشتيو عندنا نظام تتبع اللي يسمى نظام Manufacturing System Execution، يتم تركيب الوصل. هذا هو اللي يربط بين الشاشة ويربط بين البطاقة الأم. بعد هذه العملية يتم تركيب حامل مكبر الصوت اللي يقول أسبي باف بالدرجة، جويستات برغيين. المنصب اللي بعده الثاني يتم تركيب حامل مكبر الصوت بنفس الطريقة، بحيث أن الوقت اللي يستغرق العاملة الأولى هو نفس الوقت الثاني، بحيث عندنا إنشان سيف إنشان هذه لالين، ثم ما لازمش واحد يتعطل والله يسبق الآخر. منصب العمل هذا يتم تركيب لي سيبور تاع سيبور ميرال وتركيب لي بيلي. لي بيلي هذو هما براغي تثبيت بطاقة الأم اللي نحطوا عليهم بطاقة الأم. هذه البطاقة الأم يتم تصنيعها على مستوى الموقع رقم واحد لوحدة المنتوجات السمراء، ومن بعد تهبط لنا لهنا على أساس منتوج نصف نهائي. من المنصب العمل هذا يتم تثبيت البطاقة الأم بواسطة أربعة براغي، ومن بعد هذا المكون هذا المركب يسموه تيرمينال بانيل، اللي كما نقولوا بعد تركيب الغطاء الخلفي راح يكون هو الواجهة. عندنا نوعين، تيرمينال بانيل هوريزونتال و تيرمينال بانيل فيرتيكال. هوريزونتال و فيرتيكال. بعدها يتم تثبيت لوحة المفاتيح، هذه لوحة المفاتيح، لوحة المفاتيح لو كلافي، وهذا هو ريسبتور انفراروج، هذا هو اللي نخدمه به تيليكوموند مستقبل الإشارة. هنا تتم تثبيت لوحة المفاتيح كما راكم تشوفين لهنا، يتم تثبيتها ببرغي، وحامل كابل التغذية ثاني يتم تثبيته بواسطة برغي امبرويت. هنا تتم عملية الترتيب، ترتيب الوصلات والله نسموه لارونجمون دي كونيكتور. لا، لانه في مرحلة تثبيت الغطاء الخلفي كون ما نحطوش الوصل في بلاصتو قادر يتكرز لنا لو كونيكتور يخرج لنا البان. هذا هو سيتون كيما نقولوا مرحلة ايتيدي، لازم 1 بلس 1 ايكال 2 سيستم اكزاكت. هذو لي سيبور هما يسموهم لي سيبور دو باز، نركبهم فيكسيهم برغي، لانه باش من بعد كي نخلصوا تيليفزيون اسومبلي ونقدروا نحطوا لي باز نحطوه في اون طابل. هذا وصل مكبر الصوت، هذا وصل مكبر الصوت يتم تركيبه مع البطاقه الام، نركبه مع البطاقه الام، ومن بعد في المرحله اللي بعدها نركبوا هذا المكبر مع لي دو باف لي دو اش بي. طبيعه الحال احنا رانا في عده نشاطات مش غير الالكترونيك، كما اللوحات الشمسية اللي هنا طور استثمرنا في 2017 في آلات جديدة، يعني دي روبو دو فابريكاسيون تصبح كلش أوتوماتيك الإنتاج تاعها. رانا بطبيعة الحال في الكابل الإلكتريك مع لوني كابل بيسكرا الشركة الوطنية للكوابل الكهربائية. رانا دخلنا كذلك كما تعرفوا مع شركة بيجو سيتروان في صناعة السيارات، ورايحين ندخلوا كذلك في صناعة قطاع السيارات في الجميع، موش البيجو سيتروان فقط، يعني جميع المنتجين اللي راهم موجودين في الجزائر في غيليزان او في تيارت او في واحد. وبعد هذه المرحله يتم تركيب حامل مركب الصوت ولواحق اخرى وتركيب براغيت، وبعدها تاتي مرحله تركيب البطاقه الام بواسطه اربع براغيت، وهي المرحله ما قبل الاخيره والمتعلقه بتثبيت الغطاء الخلفي قبل تركيب الجهاز ووضع بطاقه الضمان الذي يكون قبل التفتيش بواسطة العين المجردة للزجاجة، وبعدها اختبار الكابلات آلياً. هذه مرحلة لارونج مودي كونيكتور، هذه المرحلة الهامة. بعدها تجي مرحلة الانسبكسيون، هما يديروا هنا الانسبكسيون فيزيوال. لارونجمون بار لاطاج اي لانسيرسيون دي كونيكتور دو توت لي كونيكتور ولارونجمون بار روبون اديسيف. بعد تأتي مرحلة وضع الغطاء الخلفي ونخرجوا السيكتور. كابل التغذية نخرجوه، ثم تأتي مرحلة تثبيت الغطاء الخلفي. مرحلة تثبيت الغطاء الخلفي نوزعوا البراغي بنفس الترتيب على العمال، كل واحد عنده مثلا عدد محدد من البراغي يثبتوا. يعني هذه المرحلة بسيطة، يتم تثبيت الغطاء الخلفي فقط قبل الأخيرة الجوانب. مرحلة التجميع الأخيرة، هذه هي مرحلة التجميع الأخيرة. احنا عندنا بيسك عندنا مراحل تحضير، مراحل تجميع، ومرحلة التعليب، وبعد مرحلة ارسال نرسلوا المنتج النهائي الى مخزن المنتوجات. هنا يتم تركيب رقم تسلسلي على الغطاء الخلفي، لانه عندنا قلت كما قلت لك سابقا عندنا نظام تتبع باش نتبعوا لو برودوي تاعنا حتى للكليو فينال ان شاء الله. هذا مشروع من مشاريع كوندور، تبعوا حتى لو برودوي كليون فينال. يتم تركيب
ملصق خصائص تعريف ستانوتو كولون هذا فيه ليدونتيفيكاسيون ولي كاركتيريستيك تاع لو تيليفيزور كامل. وفي نفس الوقت يتم تشغيل نمط التشيخ واش نقولوا اكتيفاسيون دو مود اجينغ. لو مود اجينغ هذا واش ندير الدوره تاعو هو ان نفورسيو لا كارت مير نعطيو لها طاقه بحيث شغل ان تستيو لها لا ديوري دي تاعها. اسكو كون يصرى بروبليم راح يصرى لنا لهنا يخرج لنا بروبليم لهنا ما يروح لناش حتى للكليون فينال. هذه مرحلة التجميع، هذا هو آخر بوست، منها تجي مرحلة الفحص التقني. وقد حرص المصنع على وضع القاعدة البشرية المتميزة التي تمتلك مخزوناً من الخبرة والمهارة في أكثر مجالات الصناعة أهمية وتعقيداً. كما تمتلك هذه القاعدة البشرية ثقافة الصناعة المتطورة والتي اعتادت على العمل من خلال منظومات وأنماط عمل راقية. وهذه القاعدة البشرية هي أغلى ما يملكه المصنع من استثمارات. وتتبنى كوندور إلكترونيكس سياسة انتقاء الموظفين المتميزين وكذا سياسات تدريب مستمر بالداخل والخارج أيضاً، بما يضمن لهذه القاعدة البشرية الحفاظ على هذا التوازن الرائع بين مستوى العامل القائم بالإنتاج ومستوى المنتج. هذا هو نمط التشيخ. بعد هذا النمط يتم فحص التيست باترن، نشوفوا لي كولور، اسكو الشاشه راهي سليمه ولا ماهيش سليمه. هذا العون هو المكلف بفحص الشاشه. فحص الشاشه بدقه، يعني ما لازمش تكون فيها حتى راتوري كما نقولوا خدش والله. بعد ما يتم فحص الشاشه بعنايه وبدقه يديزاكتيفي لو موداجين، يتم توقيف نمط التشيخ باش تبدا مرحله الفحص التقني اللي تيست دي بيريفيريك. هنا هذه لو تيست ديزولمون سي اون سيكوريتي بور لو كليون. هذه مرحله راهي تيست لنا في اليو اس بي تيست دي سورتي، يركب في اليو اس بي ويشوف لو فونكسيونمون اسكو عنده ان بون فونكسيونمون ولا لا. اذا كان هي دير ريغلاج دير الباراميتراج تاعها، اذا كان ما حكمتش ليشان تسمى كاين بروبليم في لا كارت مير بروبليم ريشيرش. تخرج يديروا لها اون ايتيكات يكتبوا فيها بروبليم ريشيرش وتخرج للتصليح. هذه راهي دير في تيست افي. هنا هذه مرحله كامل يتيستيو لي بيريفيريك. شتي لي سورس هذوك اللي تاع لا كارت مير هذوك كامل يتيستاو لهنا. ما لازمش تعقب اي تيليفيزور اي بياسه تعقب الا ما تيستا. ناسوريو لا كاليتي الى كونتيتي دو برودوي، هذا هو لو برينسيپ تاع شركه كوندور، لا كاليتي الى كونتيتي. وأنهينا جولة المصنع في المرحلة الأخيرة أين يتم وضع بطاقة الضمان وتفتيش كل مداخل الجهاز التلفازية سواء نوعية الجهاز أو الصوت، كما يتم تغليف المنتج بعد وضع اللواحق مثل أداة التحكم. البوست هذا هو آخر منصب عمل في مرحلة الفحص. وش يدير؟ يفيريفي لابارونس لافيشاج كيما نقولوا لا فيرميتور لا بون فيرميتور تاع لو تيليفيزور. ومن بعد يدير لا سيلمون غارونتي. سيلمون غارونتي ختم الضمان يديروا على اون فيس ان فيس، يعني بلي راه البرودوي راه كونفورم ويقدر يخرج للكليون فينال. هنا مرحله لارونجمون تاع الكابل داليمونطاسيون، من هنا تبدا مرحله التعليب. هنا لارونجمون تاع الكابل داليمونطاسيون ومن بعدها جوست الكاشي اي لا دات تاع الفيش غارونتي. هنا مرحله لومبالاج يدير لو ساك. هنا النهاية. هنا النهاية تبدا مرحلة لومبالاج. يومبالي تيليفيزور ويتم وضع ساك داكسيسوار، جميع ملحقات التلفاز باش تتحط معاه في العلبة. هذه بكل بساطة يعني لو بروسيس دو فابريكاسيون لا داسومبلاج دان تيليفيزور شي اسبيا كوندور الكترونيكس. احنا تقريبا نفس الاهداف دائما في عند المشاركه في مهرجانات كما هذه. هذا موبايل وورلد كونغرس هذا اكبر مظاهره تظاهره عالميه في ميدان الهواتف النقاله. راح نطلعوا على التكنولوجيا الجديده، راح نشوفوا الخطوط اللي راهي واش هما لي غروند اللي راح عليها الشركات هذه والتكنولوجيا باش ما نغلطوش. ورايحين يكون عندنا لاول مره رايحين يجيونا الزباين تاعنا من الخارج اللي راهم يعني زباين في افريقيا وفي اوروبا يجيو يشوفوا كوندور ويعرفوا بان الشركه هذه ماهيش شركه محليه فقط وانما شركه عالميه عندها طموح باش تكون موجوده في اوروبا وفي الدول الاخرى. إذن شركة كوندور إلكترونيكس تثبت دوماً ريادتها في مجالها عبر منتجاتها التي أضحت تغزو مختلف بيوت الجزائريين.
مشاهدي الكرام، بعد التعرف على مراحل تصنيع البطاقات الأم والشاشات المسطحة من العلامة كوندور إلكترونيكس، ننهي وإياكم عدد اليوم. نعدكم بزيارة أخرى لمصنع من مصانع الوطن. ترقبونا. سلام.